أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. مجلس الشورى يجدد المطالبة ببرنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار. وزارة العمل تغلق مجمعا لبيع وصيانة جوالات بجدة. ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الرياض وثمان مناطق أخرى. مشاهدينا مواضيع عديدة بإذن الله سوف أناقشها اليوم في حلقة الوطن. بداية سوف نناقش وصول منقذ سيدة حريق الدفاية إلى حايل بعد تماثله للشفاء من حالة الاختناق. حين تنتصر الإرادة، حسين الراشد من مولود بلا أطراف ويصل إلى بطل رياضي. وبعد إغلاق كشك أم نايف بسبب مزحة مع سائح أجنبي، الصحفي الصالح يقول تصرفها كان خاطئا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لقرار فصل معلم الإحساء الذي صدر البارحة، وذلك بعد اعتدائه بالضرب على طلاب وتوثيق المشهد من خلال مقطع فيديو تم تسريبه. من المغردين من يرى أن العقوبة كانت قاسية ولا تتناسب مع حجم الخطأ، في حين يرى آخرون أنها مناسبة وأن التصرف الذي أخذ به المعلم أمر مرفوض وكان عليه ضبط النفس قبل الإقدام على تلك الخطوة ومعالجة الأمر بالطرق التربوية. من جهته علق ملتقى المعلمين والمعلمات قائلا إنه على الرغم من موقفنا الرافض للضرب إلا أننا نشعر بتحامل الكثير على المعلم. العقوبة ضد المعلم خطأ أكبر من خطأ المعلم. وصل إلى مطار حايل مساء الاثنين العريف مشعل بن فريح العنزي، وهو من منسوبي الدفاع المدني بحايل، بعد تماثله للشفاء وبعد نقله بواسطة طائرة للإخلاء الطبي إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض إثر تعرضه للاختناق خلال محاولة إنقاذ سيدة أردنية أثناء انتشار الدخان بمنزلها، وذلك بعد احتراق غرفة بشقة مجاورة بالعمارة نفسها بحي المنتزه الغربي بحائل. واستقبل العنزي والده وخاله وعدد من أقربائه وجمع من أبناء منطقة حائل الذين قدموا للمطار لتهنئته بالسلامة. مشاهدينا والتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف ومن الرياض الأستاذة نجوى فرج الأخصائية الاجتماعية. هلا ومسهلا أستاذة نجوى، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية ما نشوف تصرف هذا الإطفائي الذي ضحى بنفسه بهدف إنقاذ طبعا عائلة كاملة والقيام بواجبه، حدثينا عن هذا الموقف النبيل. أهلا وسهلا فيك، وعلى فكرة أنا أخصائية اجتماعية بمستشفى قوى الأمن. طيب أجل خلي الشباب الحلوين الحين يعدلوا لنا السي جي. الأستاذة نجوى فرج الأخصائية الاجتماعية في مستشفى قوى الأمن، تفضلي حبيبتي الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. طبعا هو عمل رائع جدا وتضحية كبيرة جدا، لكن أنا بقول أن لازم الإنسان يبقى عنده نوع من التوعية في الأول. الإقدام على أي عمل في مخاطرة يبقى في دراسة شوية، لأن ممكن الإنسان نفسه يخطأ حتى لو كان هو إنسان متدرب إنسان فاهم عمله، لكن الخطوة اللي عملها هي خطوة شجاعة جدا. هو طبعا تعرض لبعض المخاطر والحمد لله كل شيء تمام، لكن إحنا طبعا مبسوطين جدا ويعني على تعاونه وعلى قوته وعلى إن هو أقدم على انه مصمم على انه يحاول بقدر الامكان مساعدتهم وانقاذها. ده عمل مشرف جدا يكتسب له يعني الحقيقه. احنا بنقول ان التوعيه مهمه جدا، توعيتنا توعيه المجتمع لازم تبقى ما هي موجوده بس بالبيت وبالمدرسه وبالاعلام وبالجرايد وبالتلفزيون وكل الاشياء،
لان احنا مهم جدا ان احنا يبقى عندنا توعيه، نزرعها في ابنائنا، نزرعها في اطفالنا، نزرعها في مجتمعنا. بس كيف نوصلها؟ هذا هو الشيء المهم. انا بعتب بس شويه على بعض المدارس اللي بتاخد المواضيع مش بصفه دايمه، يعني ممكن يعمل لك اسبوع عن الدفاع المدني وعن الحرايق وعن الاسعافات الاوليه وينتهي الموضوع. هذا ما بيدي نتيجه، هذا بيدي نتيجه وقتيه. لكن احنا كيف نوصل هذه المعلومه وتبقى معلومه ثابته لاطفالنا؟ يعني دكتوره انت تشوفين ان دور الاسره وبالاحرى التربيه، وخلي بقول لك حتى لما تكون التربية منذ بداية يعني الطفولة من عمر السنتين الثلاثة، نبدأ إحنا بعيالنا نزرع موضوع المساعدة ومساعدة الغير في نفوس أبنائنا، هذا له دور كبير وأنه يكون مستمر يعني على مدى الأعوام، مو مثلا خلاص يعني تكون هبقة. خلي بقول لك يعني مثلا سالفة يومين ثلاثة إحنا نعلم عيالنا يساعدون الآخرين وعقب خلاص نغير سلوكنا. ايوه هذا هو اللي بيحصل مع الاسف الشديد. الحملات القصيره هذه بتوعي وبتصحي شويه، لكن ما هياش ما بتدي النتيجه اللي احنا محتاجينها. فاحنا عشان النتيجه هذه تبقى موجوده يبقى في استمراريه لهذا الموضوع. اطفالنا نبتدي كاسر وكعائلات نبث فيهم موضوع التوعيه وموضوع المساعده ونزرع فيهم روح التعاون. هذه تيجي من الاهل، اوكي؟ بعدها المدرسه او المدرسه معاها الاثنين، احنا كمجتمع لازم المجتمع كله يبقى متكامل. ما نرمي على شيء وشيء نسيبه، لا، احنا لازم كلنا نبقى يد واحده. وهذا هو المطلوب. وفعلا يعني انا اتمنى ان ما تبقاش بس العمليه عمليه وقتيه حمله وانتهى موضوعها ومفعولها، وعشان كده هي بتتبخر بسرعه. يعني على قولتكم يعني على مثل اللي يقول ان اللي يجي بسرعه يروح بسرعة. أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. إذا عبر الهاتف ومن الرياض الأستاذة نجوى فرج الأخصائية الاجتماعية بمستشفى قوى الأمن، شكرا جزيلا لك. وصلنا وإياكم لفقرة تويتر، حيث احتفى مغردون سعوديون بالطالب المبتعث أحمد المحيمين الذي تمكن من إنقاذ حياة شخص من الغرق في نهر الروكلاند في مدينة ملبورن الأسترالية، بعد أن استجاب لنداءات استغاثة أثناء تنزهه يوم الأحد قرب النهر. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز هذه التعليقات للمغردين في عدة تعليقات، دعونا نستعرض البعض منها. خلونا نشوف بداية الدكتور جاسر سليمان الحربش الذي غرد قائلا: نموذج متجدد للمبتعث السعودي المتميز علميا واجتماعيا. أما المغرد عيد الرفاعي، أهلا ومسهلا ولد العم، غرد قائلا: قصة شجاعة نادرة، شكرا لهذه العائلة الكريمة التي أنجبت هذا الرجل اللي مثل الوطن بالحب وبالإنسانية. أما محمد المسعودي فقد غرد قائلا على نفس هذا الهاشتاج: القوى الناعمة تحتاج لغات عالمية، تحتاج أيضا هذه الإنجازات والمبادرات والتضحيات حتى يرانا العالم بصورة تليق بنا ووطننا وأكثر، وكأنموذج نفخر به هنا. أما المغرد محفوظ الغامدي فقد غرد قائلا على نفس هذا الهاشتاج: من فضل إنقاذ حياة إنسان ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيمن السعيدي غرد قائلا على نفس هذا الهاشتاج: صورة من الشجاعة والمروءة لأبناء الوطن، أحمد المحميد مبتعث سعودي قام بتعريض حياته للخطر لإنقاذ رجل مسن سقط في مرفأ بمدينة ملبورن الأسترالية، ويقول: سأفعلها مجددا حتى لو تحتم الأمر، إنهم أبناء السعودية بهم نفخر. مشاهدينا الكرام، فاصل صغير ونواصل عقبه برنامج الوطن اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. انتقينا لكم الآن هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري الشايب، وفيها: الشورى يطالب الشؤون البلدية بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها.
الشورى يطالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهرب مخدرات بتبوك. وزارة المالية يقول تم إقفال الطرح الخامس من برنامج الصكوك أو صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. صانع السعادة، قصة كفاح شاب سعودي تحول من مهندس كهربائي إلى صانع حلوى محترف، ومر بمراحل عديدة من الكفاح إلى أن فتح مشروعه الخاص في صناعة الكيك. من مهندس كهربائي إلى صانع حلوى محترف، محمد هناهي شاب سعودي استطاع بمثابرته واجتهاده أن يغير حياته ويفتح مشروعه الخاص في صناعة الكيك. طيب أنا في الأساس مهندس كهربائي، خريج جامعة الملك فهد للدكتور المعادن. تخرجت من تخصصي وتوظفت نفس تخصصي فترة يعني لا بأس فيها. وأصلا في الأساس كنت أحب الطبخ بس ما لي في الحلا أبدا. يوم من الأيام كده جات على بالي وصفة حلا أسويها بطريقة معينة كده، سويتها ونجحت. من يوم هذا الكلام بالضبط له 2.5 سنين، من يومها وأنا ماسك خط الحلا. يعني مراحل عديدة واجهها هناهي في سعيه لتحقيق حلمه، فمن مطبخ البيت إلى البسطات والأكشاك والفعاليات المتفرقة والمسابقات المحلية التي استطاع من خلالها تحقيق الفوز، مرورا بتجارب عديدة للوصول لخلطاته الخاصة، ووصولا إلى افتتاحه متجره الجديد الذي يساعده فيه مجموعة من الشباب السعودي المكافح. والله أول شيء مرحلة أنه كيف أسوي الكيك في مطبخ البيت، هذا الشيء كان أصلا مطبخ البيت يعني محجوز لشغل البيت وكده، وهذا فهذا الشيء لوحده كان تحدي. الشيء الثاني كنت متحدي نفسي أنه ما أرضى أي أحد يحط يده معي في أي شيء، لازم أروح على كل الخطوات بنفسي عشان أعرف فين العيوب فين المشاكل وحلها، وفعلا لقيت عيوب ومشاكل كتير وحليتها يعني. بعدين انتقل الشغل كبر شوية، فاضطرت أن أستأجر مطبخ في مطعم في أوقات غير أوقات الدوام، أجي وأسوي شغلي كامل مكمل، بعدين ننظف المطبخ وأمشي. ايضا حنتعرف مع محمد على الخطوات اللي بتتم خلالها صناعه الكيك وصولا للمنتج النهائي. محمد تعطينا فكره ايش اللي بتعملوه بالضبط؟ اكيد اول شيء نجمع المواد الاساسيه اللي تكون منها الكيك، اللي هي الزبده والدقيق والبيض والفاكهه نفسها. جميل. نجمعها العنب والموز. الموز ايوه، هذه واحده من اشهر الكيكات، الموز والعنب. بعدين نجمعها في ميزان معين مقادير معينه، بعدين نبدا نحطها في الخلاط هنا لما نصير عندنا خلطه جاهزه، نفرغها في القوالب الخاصة فينا ونحطها في الفرن. بعد ما تخرج من الفرن تبرد فترة بسيطة. كم تأخذ في الفرن تقريبا؟ 40-45 دقيقة. جميل. القوالب الصغيرة لما تخرج من الفرن ممكن بعد كده نحط عليها بعض الأنواع، نحط عليها الخلطات الخاصة حقنا. نكهات متعددة يصنعها الشاب محمد مع زملائه، تتكون من الفواكه الطازجة والمنكهات الطبيعية لتعطي خيارات أوسعة لمحبي تذوق هذا النوع من الحلوى. فعندي كم خلطة أساسية وأولف عليها النكهات، نكهات بالفواكه، أجيب فواكه حقيقية يعني وحطها فيها، نكهات تكون بالمثلا بالهيل ما الهيل والأشياء اللي احنا نعرفها هذه، أحاول أولف بنكهتين معروفتين أو أجيب نكهة معروفة بس الناس ما تعرفها أبدا في الكيك، وعلى طول ماشي على هذا الخط. الشيء الثاني أنه أحاول أرد، طالما أنا متخصص في حاجة واحدة فأحاول ألبي كل احتياجات المجتمع. عندي مثلا الشوكر فري الشيء الكيك اللي بدون سكر، وعندي جلوتين فري اللي هو الكيك بدون جلوتين، وحخش على الكيك بدون بيض ضروري لأنه في ناس حساس من البيض وناس تحسس من الألبان، فحخش على كيك بدون ألبان. بعد كده كمان برضو حنخش بالكيك هذا نفسه بس يكون منه موالح عشان الإنسان اللي ما يبغى يفطر مثلا شيء حلو، أو الإنسان اللي بوصل عصرية يأكل شيء مالح، فأي واحد حيخش عندنا بعد فترة إن شاء الله ما راح يخرج اللي هو مبسوط. صراحة هنا أنا عرفته من قبل 6 شهور، يعني كان يعني هو ناشط في السوشيال ميديا، حبيت ضحكته وحبيت يعني روحه الطيبة قبل لا أذوق أكله صراحة. ولما جربنا الكيك حقه من 6 شهور أنا يعني مدمن. سمعت عنه أول في إيفنتات، كنا نشوف كيف هناهي فعلا يكون صانع السعادة في الإيفنتات، يعني تروح إيفنت تلاقي مثلا أكشاك 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 وتلاقي كشك عليه زحمة ناس، إيش فيه يا جماعة إيش ساير، فجأة تروح تلاقي هناهي مجمع الناس حوالينه وبيأكلهم حلا. وللسعادة أيضا نكهة خاصة يضفيها هناهي على منتجاته من الكيك لتكون اللمسة الخاصة التي يتميز بها في تقديم الحلوى عن غيره. كانوا بعضهم يقولوا يا أخي الكيك تبعك يجيب السعادة. بعدين يعني وبعدين كنت دائما ابتسم،
فقالوا حتى انت برضو جيب السعاده، فانت صانع الكيك والسعاده. يعني تعتبر صناعه الحلوى من الاكلات الجاذبه لدى الكثيرين من الكبار والصغار، ولكن تبقى صناعه السعاده وحدها حرفه لا يتقنها الا القليلون. لاخبار الان عماد فؤاد، جده. اصبح الطفل حسين ابراهيم الراشد البالغ من العمر 10 سنوات والمولود من دون اطراف، اصبح احد ابطال لعبه السباحه وتحديدا في مسافه 50 متر. انجاز حسين الرياضي ياتي بينما يواصل مستشفى التاهيل في مدينه الملك فهد الطبيه تقديم نماذج نجحت في الانخراط في المجتمع بصوره طبيعيه وتحويلهم الى اعضاء فاعلين بعد الاشراف على حالاتهم الصحيه داخل المدينه الطبيه. ويعاني حسين من حاله بتر خلقي لكلتا الساقين تحت الركبه وبتر تحت الكوع للجهه اليمنى وأصابع اليد للجهة اليسرى عدا قلبها. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف ومن الرياض فواز محمد الدخيل، مستشار وناشط في قوانين وقضايا الإعاقة. هلا ومسهلا، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية لما نتكلم عن تأهيل ذوي الإعاقة، خليني بقول لك ذوي القدرات الخاصة، ما أبغى أقول ذوي الاحتياجات الخاصة، تأهيلهم وحتى يكونوا أفراد فاعلين في المجتمع، إلى أي مدى نحن بحاجة إلى ذلك؟ أولا أمسي عليكم ومسي على الإخوان المتابعين والإخوان المشاهدين الذين يسمعون عبر هذه البرنامج الرائع الذي يقدم صراحة نموذجا ويبين من هؤلاء هم الذين كسروا حاجز الإعاقة وتغلبوا على كثير من الصعاب ليوصلوا إلى الأمور العالمية أو الارتقاء بها. أما بالنسبة للحديث عن هذه الأمور، كلنا نعرف أن الإنسان يمر بأزمات ويمر بلافتة، أنا أسميها لافتة أمامك تحويلة، هذه التحويلة لم تكن على خاطر أو على بال أحد، ولكن هو القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لأي شخص كان. لكن كيف يقرأ هذا الشخص هذه اللافتة، وكيف أن يكون إنسانا مغيرا لذاته ثم يغير لآخرين؟ فالأشخاص ذوي الإعاقة عندما أتتهم هذه اللافتة وأصبحوا من أشخاص ذوي الإعاقة، بدأ الآن عالم آخر. كيف يقرأ هذا العالم الآخر؟ هل يستطيع أن يتقدم؟ هل يستطيع أن يتغير؟ هل يستطيع أن يؤثر على عالمه الآخر بعملية التغيير؟ نعم، أنا أقول يقدر ويستطيع، ولكن هناك مفتاح يجب أن يكون معنا، وهو مفتاح المجتمع وقدرة المجتمع على أن يسخر لنا هذه الأمور لكي نتغلب على كل هذه الصعاب. لا يمكن تسلق الجبال من دون حبال، ولا يمكن فتح الباب من دون مفتاح، ولا يمكن أن تقود السيارة من غير مقود، ولا يمكن لأمور كثيرة أن تكون هناك إلا إذا وجدت الخدمات السليمة القوية التي تساعد على بناء وقدرة الآخر على التغيير. فالأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون إلى أمور كثيرة في عملية أنه أمور تعويضية، أمور تجهيزية، أمور يستطيع المجتمع أن يقوم بها. فأنا أقول هذه ما تسمى بالجودة الشاملة أو الجودة الكاملة في عملية خدمات أشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بهم. ممكن أنا دائما أضرب مثل دائم وأحب هذا المثل صراحة. أنا أقول للإخوان وتساءل المشاهدين وتساءل لكم أنتم أيضا في الإذاعة، لو مررتم من عند شخص فقير وطلبتوه على الغداء تريدون التصدق عليه، يأتيكم بثيابه الرثة، ثيابه العادية الوسخة، ولكن لو طلبتم من هذا الرجل الفقير أن يأتي لكم، يعني طلبته أن يحضر إلى فندق أو إلى مكان يكون فخم جدا ويكون فيه مثلا أمراء أو مشايخ أو أيا كان، هل سيأتي بثيابه الرثة؟ لا، بل سيتغير. فلذلك أنا أقولها دائما، جودة المكان بالتطويع تغير الإنسان وسلوكه. طيب أنا أول شيء بقول لك يعني شيء أستاذي أستاذ فواز، يعني ما شاء الله عليك، يعني كلامك جميل وكلامك راقي وصراحة يدخل إلى القلب، خاصة عندما ذكرت جزئية أن يعني كل إنسان يحتاج أن يمتلك مهارات، وكل إنسان مش لازم بس هذا الشخص يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل إنسان فينا يحتاج أن يمتلك مهارات عشان يقدر أن يمارس حياته.
لكن يعني تختلف طبعا اكيد من انسان الى اخر، وايضا من الناس اللي حول الشخص المصاب. أهمية وجود أشخاص إيجابيين حولنا، أشخاص يساعدوننا على المضي في هذه الحياة، لنقدر نقول فعلا اليوم صارت صعبة. نعم أحسنتي، أنا أقول دائما هي الرسائل أنت تريد أن تذهبي معي إلى رسائل ثلاث دائما أنا أقولها وأحمل. أول رسالة هي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنا أقول دائما لكل شخص من ذوي الإعاقة سواء كان أعمى أو كان على كرسي أو كان على أيا كان، وجودك أيها المعاق أو أي شخص المعاق في أي مكان كان، في أي محفل أو ملتقى أو مسابقات، يثبت وجود المعاقين ولا يبين المجتمع أنهم مهمشون ذو حالات نفسية كما يقال، أنهم منطويون على أنفسهم. لا، بل أنا أقول اخرج بكرسيك، اخرج بعصاك، اخرج بسماعتك، اخرج بأطرافك للمجتمع لتثبت وجود المعاقين، فلن تثبت وجودك فقط. الرسالة الثانية أنا أقولها لمجتمعي، أقول تقبلني يا مجتمعي ولا تراني ذاك الملاك، ولا تراني كالإنسان المهمش، بل قيد لي القيود لكي أكون معك. الأمر المهم الثالث هي لأسرة المعاق، أقول لا تنظري لابنك بإعاقته، بل انظري ماذا يكنو في داخله من بركان هائل، انظري لمعلوماته، لهويته، لهوايته، لقدرته، فسينطلق ابنك بإذن الله. نعم أستاذ فواز، يعني أنا فعليا اليوم سعيدة باستضافتك، يعني يمكن هذه أول مرة أنا استضيفك في برنامج الوطن اليوم، لكن فعلا فخورة بهذه الاستضافة. وأنا أكيد أيضا بوعد المشاهدين أن طبعا وأكيد دعوة لك أن احنا على الأقل نخصص أسبوعيا حلقة لإخواننا ذوي القدرات الخاصة، خلينا نتكلم شوية عن ماذا يحتاجونه، ما هي المعوقات التي تقف بعض الأحيان عائق في سبيل تحقيق الأهداف. وأيضا عندنا نماذج جميلة، نماذج مشرفة في المملكة العربية السعودية لأشخاص تحدوا الإعاقة، تحدوا الخوف ونظرة المجتمع، وأثبتوا نفسهم عالميا وليس فقط في المملكة العربية السعودية فقط. كل الشكر لك أستاذ فواز لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. إذن فواز محمد الدخيل مستشار وناشط في قوانين وقضايا الإعاقة، أشكرك كل الشكر. تعاطف مدونون مع إحدى المشاركات بمهرجان المجمعة الذي انتهى مؤخرا، هذه المرأة التي تدعى أم نايف بعد إزالة البلدية لبسطتها إثر تغريدة كتبها الصحفي عبد العزيز الصالح مستنكرا تصرفاتها في أعقاب فيديو ظهرت فيه تلك السيدة وهي تمازح لاعب أجنبي زار المهرجان، فتوقف عند ركنها وقال عبارات غير لائقة وقهقها، فطلبت منه أن يتذوق طعامها ولقي تصرفها ردود فعل واسعة. وقال الصحفي الصالح أنه لم يقطع رزق أم نايف لكن تصرفها كان خطأ حسب قوله. زين الشباب، بس انا ابغى اعرف الفيديو هذا في له صوت وصوره ولا بس خلونا نسمع الصوت. هذا جريس خافي يلا وضفيهم عنا، خافي يلا. هي عندك ما في، اعطيني الكرت. اقف احنا متعودين على الشهبان عندنا بس ما تعود، وهذا مرقوب. شوف اللي حولنا احنا انت فهمت، عندي جابت لنا فتنة. هذا جريس انا ضعت خلاص. زين اول شيء انا بقول لكل الاشخاص اللي شافوا الفيديو هذا، اللاعب هذا ترى اجنبي، ترى ما يفهم كلام الحرمة، والحرمة يوم انها كانت قاعدة تتكلم كانت قاعدة تتكلم مع نفسها، يعني نوع من انواع الضحك، ويمكن شكلها يعني في حرمة معاها وقاعدين يسولفون يعني سوالف، والشخص اللي صورها أنا ما أدري وش الهدف، يعني واحدة قاعدة تضحك مع خويتها والشخص اللي قاعدة هي تتكلم معاه ترى ما يفهم كلامها، ترى أجنبي، يعني لو قالت له أنت شين ولا أنت زين ولا خذ كل أي كلمة هو مو فاهم، هو قاعد يضحك عشان المرأة تضحك، وهي هذه قاعدة تتكلم مع خويتها. زين وين المشكلة فيه؟ أنا الحين لو بتكلم مع خويتي وإحنا جالسين مع بعض كذا سوالف حريم، لازم أحد ينقز من ورايا ويقعد يصور كلامي وينحسب ويتكلم على أخلاقي؟ وين المنطق؟ عموما للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا ومن جدة دكتورة سميرة الغامدي الأخصائية
النفسية. هلا ومسهلا دكتورة سميرة. أول شيء يعني مع احترامي لتصرف الصحفي، البعض شافه صح والبعض شافه خطأ، أنت وش رأيك بتصرفه اللي قطع رزقها بالنهاية؟ أنا مصدومة يعني. إحنا بعد، وأنا كتبت تغريدة في هذا الموضوع، يعني إحنا بعد كل الآن التقدم والانفتاحية والأريحية في التعامل، يظل عندنا أشخاص كده يدعوا الفضيلة لدرجة إيش يعني؟ الأسلوب جدا عفوي وبسيط من سيدة بسيطة. أيوة. وكانت إحنا كلنا لما بنروح أي بازار أو مهرجان برا البلد بنسمع السيدات الكبار بيقولوا لنا كلام ما نفهمه. أيوة أيوة. والشخص أجنبي وهي ترى أيوة لا يمكن إتمام مكالمة. فصل الخط. طيب حاولوا ترجعوا بالاتصال، بس أنا ما أدري في وقت ولا لا. عموما أنا آخر شيء بعلق، لأن صراحة موضوع قهرني. أنا مقهورة بالموضوع. زين يعني واحدة قاعدة تمزح مع خويتها، هل مفروض أنا عشان أمزح مزحة أن أنا ينقطع رزقي؟ هي حتى لو قالت مثلا، طب زين الحين هم مثلا ناس زعلانين عشان هي قالت والله إن مثلا إن أنت أحسن ولا أحلى من شبابنا. زين ليل ونهار حنا نسمع بعد كلام عن السعوديات ويقولوا حنا نبي نتزوج من برا عشان السعوديات مو بزينات. ليش ما زعلنا؟ ليش ما حقدنا؟ ليش ما قطعنا رزق الناس؟ معقولة نقطع رزق حرمة مسكينة ضعيفة عشان مزحت مع شخص حتى مو بفاهمي وش تسولف فيه؟ أبد. خلص الوقت، خلص الوقت. عموما أنا أتمنى أكيد من الجهات المسؤولة أن تشوف الوضع هذا. وأشكركم أكيد على المتابعة مشاهدينا الكرام. خلص وقت البرنامج. تحياتي أنا شيرين أريفاعي وطاقم العمل. بإذن الله بشوفكم بكرة وحلقة جديدة، لكن بعد 10 دقائق أنا بكون في نقاش على موضوع أم نايف على الفيسبوك. شوفوني ضروري، أبغى أخذ آراءكم أنتم المتابعين على هذا التصرف، وأنتم تشوفوا معها حق ولا يعني ممكن يعني صح أنها هي انسحبت بسطتها. أبغى تعليقاتكم أكيد عقب 10 دقائق على الفيسبوك، وأكيد لا تنسوا أنكم تتابعوني على البث الحي لبرنامج الوطن والتلفزيون الآن على اليوتيوب. مع السلامة.